شوبينج صار أحيانا على MTV ضمن برنامجنا شوبينج باي بستلر. عم نطلع عليكم يوميا لنعرفكم على أصناف متنوعة ومميزة، وهيك فيكم تصيروا تعملوا شوبينج بطريقة كتير سهلة وواضحة وبأسعار كتير مقبولة. أنتم مرتاحين، ما لكم إلا تختاروا وتتصلوا فينا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصل الغرض لعندكم من دون أي كلفة توصيل إضافية. سلاد All in One مش معقول إلا ما كل بيت بيعوز يستعمله يومياً. أول شي من بعد ما نغسل الخضرة بنشفوهم بسرعة بهالطريقة الهينة ومع فراتة نوقفها بكبسة زر، بيجي معها 5 قطع للتقطيع وبرش الخضرة والفواكه. فينا نعمل فيها الجزر، الخيار، البصل، البندورة والبطاطا تنعمل فريت إذا بدنا، لأنه بتقطع بعدة موديلات، الموديل العادي وموديلات لتزيين الطاولة كمان. سلاد All in One مصنوعة من مواد بلاستيكية كتير قوية وما بتنكسر. فيكن تحصلوا على ب 36 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. من زمان طناجر الضغط بيسهلوا لنا حياتنا وبيطبخوا بسرعة، وهدول الطناجر أهين وأسرع للطبخ. هيدا السات مؤلف من طنجرتين، واحدة 9 لتر والتانية 6 لتر، وفينا نستعملهم اتنيناتهم كطناجر ضغط أو كطناجر عادية، لأنه بيجي معهم غطى للضغط وغطى للاستعمال العادي، ومثل ما شايفين فيكن تبدلون وتستعملون. مصنوعين من ستانلس ستيل 10x18 ومسكاتهم باكيليت، يعني ما بيحموا أبدا. هالبريشر كوكر مكفولين وبريحوا البال، فيكن تحصلوا عليهم الاثنين ب 139 دولار بس، وبيطلع معهم هالهدية عصارة على الكهرباء، وما بقى نعصر بإيدينا ونتعذب. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55 وبيوصلوا لعندكم وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قديم نتمنى يكون عنا معدة وبطن فلات، بس هيدا من دون شغل كتير، عذاب ونوادي رياضية ورجيم كمان. بس مع فايبرو بيلت الجديد انحلت هالمشكلة. فايبرو بيلت كتير قوي وسريع، بيبرو موتوره بسرعة تيعطينا النتيجة يلي بدنا إياها، والنتيجة هي تكسير كل الدهون من المنطقة يلي منحطه عليها، شد العضل وإزالة الترهلات، تيصير عنا الجسم يلي عطول منحب إنه يكون عنا إياه. فايبرو بيلت فينا نستعمله نحن وعم نحضر TV أو نحن وعم نقرأ بالتخت، أو حتى نحن وعم نسمع موسيقى أو بحياة لمحل بالبيت أو بالمكتب. كما فينا نستعمله على منطقة الأرداف كمان لمدة 10 دقائق كل يوم. فايبرو بيلت فيكن تحصلوا عليه ب 88 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان، عبر الاتصال ببستلر على 01-44-55-55 وبيوصل لعندكن وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. قد ايه منتعذب تنلاقي المخدة يلي بتريحنا، واوقات بالسفر منضطر ناخد مخدتنا معنا يلي معودين عليها. مع ايربلو ما بقى نعطل الهم لانه بتناسب كل الناس، فيها 65 مليون مايكروبيتز، بس نحط راسنا عليها هي بتتاقلم على الوضعيه يلي اخذناها ويلي بتناسبنا، وبتحافظ على وضعيه جالسه للعمود الفقري من الرقبه لاسفل الظهر. يعني ليلي عندهم وجع ظهر كتير رح يستفيدوا ويرتاحوا بس يستعملوا ايربلو. مغلفه بقماش بيتنفس لنوم منعشه وصحيه اكثر، وهالمخده لانها مش قاسيه بتمنع تجاعيد الوجه انه يتطوروا ويزيدوا، كما انه بتساعدنا على عدم الشخير لانه وضعيتنا بتكون سليمه كل الليل. فيكن تحصلوا على ايربلو ب 26 دولار بس وين ما كنتوا بلبنان فري ديليفري. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55. شو اورجانايزر هالشبه الخزانه يلي بتنظم وبترتب الشوز. شو اورجانايزر مصنوعه من الكرتون السميك والمقوى، يعني ما بتنخزق وبنفس الوقت منها ثقيله بالحمل. شو اورجانايزر بتساعد 12 جوز احذيه مقسمه مثل ما شايفين لكزيات مرتبه، ولها غطا شفاف فينا نشوف من خلاله، وهيك بتسهل علينا انه نختار الشوز يلي بدنا. قياسها مناسب كتير 55 ب 60 سنتيمتر وارتفاعها 11 سنتيمتر، يعني فينا نحطها تحت التخت او بارض الخزانه، وفينا حتى نوقفها ونتركها كظاهرة برات الخزانة لأنه حجمها براكتيكل ومرتب، ولأنه حجمها مثل ما قلت براكتيكل فيكن تحطوا 2 أو 3 شو أورجانيزر حد بعضهم ب 26 دولار بتحصلوا عليها، والعرض هلأ كل ما تشتروا 2 شو أورجانيزر بتحصلوا على الثالثة مجانا. تصلوا على بستلر على 01-44-55-55.
لكن للناس اللي بيعانوا من مرض التكلس والنشاف بالعمود الفقري الظهر أو الرقبة، الحل الطبيعي الوحيد هو ريفلكس كريم. هالمستحضر مكون من زيت السنوبر، الصبار ومادة الألونتوين. ريفلكس كريم كفيل بإعادة ترميم الخلايا الغضروفية، تنشيطها وتجديدها. مادة الإلاستين والكولاجين بيخلوا الغضروف سميك وخلايا متماسكة ليقدر يعطينا على طول انزلاق ورياحة بالمفصل، وما نعود نحس بأوجاع عند الحركة. ولكن يلي بيمارسوا رياضة وبيتعرضوا لوقعات وكدمات قوية فيهم يستعملوا ريفلكس كريم ليتجنبوا المشاكل الغضروفية والتكلس. ريفلكس كريم فيكن تحصلوا عليه ب $45 بس وين ما كنتوا بلبنان من دون أي كلفة توصيل إضافية. ما لكم إلا تتصلوا ببس سلر على 01-44-55-55. تراستيكين هي عسل التعكيز كتير متطورة وسعرها بس $39، مصنوعة بطريقة لتريح الشخص وما تخليه يحس حاله إنه في شيء منه قادر يعمله. رح قلكن كيف. أولاً معمولة من حديد وفينا نطولها ونقصرها مثل ما بدنا. بيوصل طولها مينيموم ل 80 سنتيمتر وماكسيموم ل 93 سنتيمتر. تانياً بيجي فيها ضو متحرك لفوق ولتحت. تالتاً بكعب العصا في 4 سندات لتوقف، هيك بصير استعمالها أسهل بكتير وما بتعود توقع كل ما فلتت من الإيد، خاصة الأشخاص الكبار بالعمر لأن على أكيد رح يكون عندهم صعوبة إنه ينخوا ويلموا العصا. تصلوا على بسلر على 01-44-55-55 واحصلوا على تراستي كين ب $39 بس فري ديليفري وين ما كنتوا بلبنان. هول كانوا الايتمز، ان شاء الله يكونوا عجبوكن. ما تنسوا فيكن تتصلوا على بس سلر على 01-44-55-55 حتى بعد الحلقة. تابعونا دايما على MTV.